كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة. البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا. كنداكات وميارم. معاكم أمال يوسف من سينجا. والله كنا قاعدين في أمان الله والحمد لله رب العالمين. قبل صلاة العصر كده والمهمة نحن ماشيين الضرب بدأ طالعين الغزايف دي بقت بتنزل فينا على طول. الدبابات الطيران بتنزل ونحن ماشيين قطعنا الكوبري بمعاناة شديدة. الدانات دي شغالة فينا والطيارات وكلنا ماشيين مسافة زي 8 ساعات ونحن برجليننا. أنا اسمي فاطمة عمر جيت من منطقة سينجا. والله أنا ما بقدر أقول إنه الجيش خلانا. أنا دي إصابتين بالرايج دي والله كتر خيرهم. هم في واحد الرجال بجد رجال كانوا بيحاولوا ينقذوني أنا وبنتي. الواد ده بيتدردق بينا كده من الأرض. لا بندر نحن جايين كدار. أنا ساقة 5 أطفال. زحت من ولاية سنار في سينجا. الضربة كانت الساعة 4 إلا تلت. نحن بيتنا كان جنب المعسكر. النازل طوال يتهجم علينا بالحيط. الضرب كان شديد. طلعنا نصه يارين وزاحفين وماشين. وكان في خيران كبيرة جنب البحر. خشينا الخيران فيها سعابين فيها عقارب فيها قزاز وساخ أي حاجة. عبرنا بيها وماشين برجولنا. والحمد لله وصلنا القضارف. هنا القضارف والله لقينا ناس ما شاء الله عليهم. استقبلونا بكل ترحاب بكل حصارة. كان للمنظمات المجتمعية في ولاية القضارف دور كبير جدا في تجاه النساء النازحات. تم تكوين شراكات بين عدد من المنظمات النسوية لدعم النازحات وتم تقسيم الأدوار. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. وحلقة اليوم من ولاية القضارف التي استقبلت أكثر من 200 ألف نازح بالإضافة إلى النازحين القدامى. ويقدر عدد النازحين الآن في ولاية القضارف بمليون نازح. حلقة اليوم نسلط الضوء على معاناة النساء النازحات من مدن سينجا وسنار والدندر ومناطق السوكي. نزحوا في ظروف قاسية ومشوا على أرجلهم لمدة 3 أيام وسط الرصاص والاشتباكات التي دارت في المدن التي كانوا فيها. وهنالك نساء مريضات بأمراض مزمنة وفي نقص في الدواء وضعوا في مراكز إيواء لا تفي بالغرض بشكل يقدم أدنى مقومات الحياة وسط نقص المياه والمعونات الغذائية. ولكن رغم ذلك تدافعا نساء القضارف ويستقبلوا النازحات بكل رحابة صدر وبكل بشاشة. وأصهرنا نساء القضارف مكارم أخلاقهن وجميل خصالهن وأثبتنا أنهن من بيوت جود وكرم. التحية للنساء في القضارف وهن شكلنا أروع اللوحات لنساء السودان الجميلات الأصيلات. يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف القيادية النسوية بولاية القضارف آمنة الفاتح. وأيضا تشارك معنا في هذه الحلقة عدد من النساء النازحات من مدن سينجا وسنار والدندر والسوكي. يشاركنا معنا معاناتهن التي صاحبت عملية نزوحهن من المدن التي أتوا منها إلى أن وصلوا إلى مدينة القضارف.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، ونبدأ حلقتنا مع الأستاذة آمنة الفاتح. أهلا ومرحبا بك أستاذة آمنة في برنامج كنداكات وميارم. الآن في ولاية القضارف هنالك عدد كبير من النساء النازحات، وما زالت القضارف تستقبل يوميا عدد كبير من النساء النازحات. نتحدث عن دور المنظمات المجتمعية في مدينة القضارف تجاه النساء النازحات. شكرا برامج كنداكات وميارم لتحت الفرصة ولتسليط الضوء على أمر النازحات في ولاية القضارف. شكرا لكل الفريق العامل على إنتاج البرامج ورأسهم الأستاذة فاطمة بريمة. كان للمنظمات المجتمعية في ولاية القضارف دور كبير جدا في اتجاه النساء النازحات. تم تكوين شراكات بين عدد من المنظمات النسوية لدعم النازحات، وتم تقسيم الأدوار، فبتمشي مجموعة بتسجل أسماء وتسجل الاحتياجات، وبتيتو يعني من خلال الشبكة بنقدر ننظم أو نجهز الحياة المحتاجين لها النساء في المخيمات. وكان يمكن قبل المخيمة وكان في المينا البري وفي المينا الجاف، فبتكتب الحوجة، بعد كده بتم توزيعها على حسب احتياجات النساء. ممكن النساء كان يمكن أكثر تضررا في النزوح، سواء كان من سنجا أو من سنارة أو من الدندر لحد ولاية القضارف. كان في دعم يعني مقدر جدا من المنظمات للشبكة النسائية أو للمنظمات النسوية لعمل الشراكة، فبالدعم اللي يتقدم بتعمل البربوزر بترفع للمنظمة، يعني الحمد لله كان في دعم كبير جدا من خلاله قدرنا يعني نشوف احتياجات النساء النازحات، لأنه يعني معظم الشبكة العاملة أو الشراكات التمت فيها منظمات وطنية. أستاذة آمنة، نحن يعني قبل ما نستمع لبعض الأخوات وهم يعني يشاركنا معنا تجاربهن ومعاناتهن في عملية سير النزوح من المدن النزوح إليها إلى أن وصلوا القضارف، نتكلم معاك عن أوضاع النساء في الميناء البري ونقاط التجمع قبل ما يتم ترحيلهم إلى معسكر وجد مرغني. كيف وجدتوا النساء يعني بعد ما وصلوا إلى ولاية القضارف؟ كيف وجدتوا النساء؟ رحلة النازحين يعني كانت رحلة مؤلمة وشاقة جدا، بالذات للنساء، لأنه بعض النساء يعني الواحد بتكون راكبة في عربية، يعني تكون مثلا في شاحنات، تكون ما فيها، بتكون صاجة بس ما بكون فيها حاجة يعني بالأطراف، فبتكون قاعدة الأسرة فيها، وبعض يعني كبار السن بيكونوا قدام يعني مزدحمين في الشاحنة، بتاع الشاحنة كله ما يمشي بيلقى ناس يعني قاعدين برجولهم وماشيين، سواء كان أسرة أو أطفال أو نساء بيرفعهم معه، فيعني كانت حاجة مؤلمة جدا. حتى يعني بعض المبادرات في ولاية القضارف ربنا يديهم الصحة والعافية، يعني إن شاء الله في ميزان حسناتهم، كان بيصلوا الأسر يعني في محلهم، بيصلوا النازحين في محلهم. الطريق كان طبعا يعني ما ظاهر، لأنه في ولاية القضارف هسه في فصل الخريف، فيعني الطريق في بعض الأسر بتروح من الشارع، لا شوارع أساسا ما بتعرفها إلا ما بيعرفها إلا السواقين بتاع القضارف اللي بيمشوا من الرخم للقضارف أو من الدندر للقضارف. فبعض الأسر بتروح بتصل بعد أسبوع، يعني بعد 5-6 أيام كده، فكان بتكون معاناة عادية من الجوع والعطش وغيره، لأنه حتى الغرة اللي بيمروا فيها، يمكن بعض النازحات ذكروا الحتة دي، إنه الغرة اللي بيمروا فيها بيلقوا ما فيها يعني ما فيها أي ناس في الغرة. الغرة هاجروها أهل كلها ووصلوا ولاية القضارف. الأشياء المؤلمة الثانية يمكن واجهته النازحات النساء بالذات، يعني تم يعني واحدة من الأسر بتحكي لنا إنه يعني احترضهم الدعم السريع، وتم تقلع ملابسهم منهم وحرقوها اليوم قدامهم نساء ورجال، فاضطروا انه يمشي من القرية والمكان اللي تم يعني فيه الحادثة لقرية بعيدة، ويقعدوا واحد من الرجال يمشي القرية برضو ما فيها ناس، بيلقى فيها يعني او يعني معظم الناس هجرتها، جاب لهم ملابس ووصلوا بها، يعني يقدروا يوصلوا بها لحد القضارف. الأسر عانت كثير جدا، يعني يمكن حتى في مرضى السكري، كان في وفاة يعني لواحد من الشابات مرضى السكري، دي وصلت لحد الحواتة ودخلت في كوما وبالإزعاف لحد قبل ما تصل ولاية القضارف، يعني توفت، ربنا يتقبلها إن شاء الله. فكانت معاناة ما عادية، يعني برضو الطريقة اللي وصلوا بها، يعني بعض النساء بتلقاهم في تكاتك
يعني او يقول لك مثلا مشينا بالتوك توك ده يعني مسافه طويله، مشينا بالركشه، المهم الحاجه اللي ما قلعوا منه فواصلوا بها. الحاجه الثانيه يعني المؤسفه جدا، يعني يمكن المتمردين بعد ما يلقوك في عربيه، وده برضو حاجات اللي هي نازحه، بيقوم يقول لك انزل، بتنزل من العربيه بيقول لك مشي معك حاجه، فحتى العلاجات الملابس وغيره بيتم يعني بيشيلوا المتمردين بالحياة دي. مهم يعني ما يعني الناس بتصل وهي بتعاني شديد، يعني لا علاج لا ملابس لا أكل لا غيره، فكانت معاناة كبيرة جدا، ويعني ربنا يسهل إن شاء الله. أستاذة آمنة، نحن نتوقف معاك هنا ونستمع لبعض الأخوات النازحات يعني يتحدثن عن المعاناة التي واجهوها أثناء نزوحهم من المدن التي نزحوا منها لحد ما وصلوا للقضارف. يوسف من سنجة، والله كنا قاعدين في أمان الله والحمد لله رب العالمين. قبل صلاة العصر كده والمهمة نحن ماشيين، الضرب بدأ، أنا قعدت زي 4 ساعات أبيت أطلع، عندي ولد أختي طلعني معاناة شديدة، قال لي ما بخليك، وبقينا طالعين الغزايف دي بقت بتنزل فينا على طول. وصلنا بحلة كده في ترس، الترس ده بقت خلاص الدبابات الطيران بتنزل، ونحن ماشيين وماشيين وماشيين وماشيين، قلنا نقطع الكوبري، ما قدرنا نقطع الكوبري، قطعنا الكوبري بمعاناة شديدة، الدانات دي شغالة فينا والطيارات وكلها، الحمد لله وصلنا ود العايس. من ود العايس ماشيين مسافة زي 8 ساعات، نحن برجلينا، خيرا لقينا لنا عربية طويلة كده بشيلوا فيها الحطب، ماسكين كده بايديننا وماشيين، وصلنا الدندر، الدندر ما وصلنا، قعدنا مسافة كده، قلنا البلد دي خلاص طلعنا من الدندر، ماشيين كداري مسافة طويلة طويلة شديد، لقينا برضو بتاع شاحنة، ربنا يدي العافية، رفعنا جابنا القضارف، رفع جينا القضارف، من جينا القضارف أنا وصلت لحد كسلة، عندي ولدين، عندي صدام حسين وعندي عمار آدم، ده أنا فقدته ما لقيته، فدت لحد كسلة وجيت راجعة تاني هنا القضارف، والحمد لله يسع نحن في معسكر، نص القضارف ما قصروا والله، أسع جيت معسكر وقاعدة في أمان الله، ودونا خيام ودونا مفارش ودونا أي شيء، ولك الحمد. خلانا انا دي اصابتين بالرايش دي، والله كتر خيرهم، هم في واحد الرجال بجد رجال كانوا بيحاولوا ينقذوني انا وبنتي، الواد ده بيتدردق بينا كده من الارض، والله بيتدردق بينا كويس معاك. جينا لحد الدندر، لما وصلنا الدندر برضو قعدنا بس كده في الارض، لا الدندر نحن جايين كدار، انا سايقه 5 اطفال، 5 اطفال وخالتي مره كبيره مريضه بازمه، لحد الدندر نحن وصلنا كدار، من الدندر برضو ما قعدنا، الدندر لا كان فيها مويه لا فيها اكل لا شراب، قالوا قوموا اجروا الناس تاني جوكم، نحن من الدندر لحد منطقه بعيده انا ما بعرف اسمها بالضبط شنو، نحن ماشيين بكرعين، بعدين لقينا بتاع دفار جنبه، قال لنا حتى الشافع عمره 2 سنين يدفع 25، ما عنده ينزل يركب، يعني انسانيه ما في رحمه ما في، زول لو ما عنده قرش ما بيقدر يعيش وما بيقدر يتحرك، يعني نحن حتى كلنا مشردين قاعدين مع اطفالنا بالشوارع، لا ماوى لا بيت لا اكل لا شراب ولا شيء، ده كل اللي بقدر اقوله. لا انا اختي عروس كسرته بسبب الحرب، جاب رصاصه ماتت قدام عيني، انا ما قدرت انقذها، انا اختي عروس ما قدرت انقذها، ماتت قدام عيني، خدت شيلتها في قدام تحت السرير وانا ما قدرت انقذها، والله ما قدرت انقذها، انا خسرتها. ولاية سنار في سنجا، الضربة كانت الساعة 4 إلا 3، نحن بيتنا كان جنب المعسكر،
النازل طوال يتهجموا علينا بالحيط، الضرب كان شديد، طلعنا نص ويارين وزاحفين وماشين، وكان في خيران كبيرة جنب البحر، خشينا الخيران فيها سعابين، فيها عقارب، فيها قزاز، سمساخ، أي حاجة عبرنا بيها، وماشين برجولنا ثلاثة غرية عشان ما نصل السوكي، قطعنا البحر، بعد ما قطعنا البحر تاني مشينا برجولنا غريتين عشان ما نصل السوكي جوا المحلية. بعد ما وصلنا جينا كريم البحر، قعدنا في السوكي يومين برضو، كان السوكي الدكاكين مقفل، الأسواق مقفلة، ما في حاجة. بعد كده جينا وين تحررنا كريم البحر، وصلنا كريم البحر، جاء مطر بالليل، بيتنا في خلا كده حتة ما معروف شو، المهم بيتنا فيها. ثاني يوم الصباح تحركنا، جينا بكاولي تقريبا لكل قطعنا البحر برضو، بيتنا في كاولي دي خلا بس عبارة عن شير الحشرة سواردة، وكان في العقارب الصحراوية دي، ودقتنا المطر بالليل، لكن الحمد لله ربنا كريم، في أهل غرية كده جوز عفونا جابوا لنا الجمعات وطورنا فيها وجابوا لنا الأكل وعملوا لنا شاي الحمد لله. بعد ثاني يوم زي الساعة 4 كده احنا اتحركنا، جينا على القضار في القضار، خشينا في مشاريع زراعية، لقينا إنه العربية ما بتمشي، وقف العربية، احنا قطعنا المشاريع الزراعية غرابة 500 كيلومتر ماشينا برجولنا، وعبرنا الحمد لله برجولنا ومشينا، وكان معنا أطفال ومعنا حجة كبيرة اللي يعني بتقدر تمشي، بتمشي شوية بتقعد شوية، وطين ومطرة، والحمد لله وصلنا القضارف. هنا القضارف والله لقينا ناس ما شاء الله عليهم يستقبلونا بكل ترحاب بكل حفاوة. فاطمة حسين إبراهيم من مواليد مدن البستان، إما الشعبي طبعا معروف، وبيتنا هناك ومستغلين هناك وأي حاجة. دعمدين لما دخلوا يوم الاثنين، نحنا حركنا من مدن مشينا سنجة، حركنا المغرب ومشينا سنجة، وصلنا الساعة 3:30 صباحا، بيتنا في الشارع، حتى مشينا غرية سيما تنقل، بعد ذلك أنا ما نعرف فيها زول ولا عندنا فيها حاجة، بس مع الناس الماشيين يعني عانينا معاناة شديدة خلاص. قعدنا هناك وياكل الأكل ما زي ما نحن دارين، والمعاملة هذا كان سيئة شديد للغاية. حتى ولدي ده هناك الظروف دي هو اتعرض انه جاله سكري، الانسان ده له شهرين لما تعبنا شديد كده، قلنا احسن نمرض، مرقنا جينا سمعنا بالمدارس في الحواطه، جينا الحواطه يعني تعبنا برضه في الحواطه يعني، مش عارفين في المدارس كان وضعنا كويس شديد. لما نزل لما دخلوا التندر بعد ذاك، نحن جينا في الحواطه كان اكتشفنا السكر حق السكري حق المرض، ساعدونا والله هناك ما شاء الله مدارس الحواطه ساعدونا كلهم، ناس محتز وربيع من اصل المنظمات هناك ما شاء الله ما قصر. أستاذة آمنة، نحن استمعنا يعني لتجارب الأخوات وهم حكوا معاناتهم في النزوح من المدن، من مدن سنجة وسنار إلى أن وصلوا إلى ولاية القضارف. الآن يعني تم ترحيل عدد كبير من النساء إلى مركز وجد مرغني، لكن كثير من التقارير يعني تحدثت عن أن هذا المركز غير مهيأ، وإنه المنطقة يعني بتشهد أمطار غزيرة، والبعض بيقول المنطقة لا تصلح للسكن. كيف أوضع النساء الآن بعد ما تم ترحيلهم إلى مركز وجد مرغني؟ كيف أوضعهم الآن؟ تم في بداية النزوح استقبال النازحين في الميناء الجاف والميناء البريك، فيعني كان ما مهيأ يعني، الميناء الجاف لسه ما تم والميناء البري لسه ما تم، فهو عبارة عن يعني هو فيها يمكن يعني عرش لكن بالأطراف يعني مفتوح، ما في حاجة بتحميهم من المطر ومن الهواء ومن البرد، دي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية إنه ما كان في يعني حمامات، يعني كان منظر يعني حتى يعني ممكن تعرضوا للأمراض وغيرها. بعد فترة بعد ما النازحين كتروا، يمكن بادرت منظمة اليونيسف بحفر الحمامات مؤقتة، وكان يعني الحمامات يمكن هي المفروض كانت تكون 25 حمام، لكن ما تمت لأنه جات المبادرة بتاعت رجل الأعمال وجدي مرغني، وبقي يتم النازحين يعني ترحيل النازحين من الميناء الجاف والميناء البري للمخيم بتاع وجدي مرغني. فكان يعني ما في حتى في الميناء الجاف والميناء البري ما في خصوصية، يعني بتلقى الأسر قاعدة مع بعض ده جنب ده وشفعوا كده،
يعني الذباب المويه، يعني المطر بتكون صبت بالليل وصبت، بيكون المويه بتلقاهم صباح بينظفوا في الفرشات بتاعتهم من المويه، بيضطروا انهم يكونوا واقفين لحد ما المطر يجيف. يعني في واحد من فاعلين الخير يمكن عمل كشافات، فكان في الاضاءه كويسه، يعني حتى يعني يمكن كان في حصر في البدايه، لكن يعني كثر النزوح حتى اتملى، يعني المينا الجاف اتملى، المينا البري اتملى، فكان يعني النساء بالذات يعني عانوا، لانه يعني المنطقه باعتبارها منطقه في العراء، يعني والمراه اكثر يعني شخص ممكن تعاني في الظرف ده، فكانت معاناة النساء كبيرة جدا، لأنه يمكن معظم النساء الوصل بيكون ما معهم رجال، بيكون معهم أطفال، فبتكون يعني المرأة تكون لازم تكون يعني حريصة على أنه طفلها ما تصف فيه المطر، ما يتصاب بمرض، يعني الحمامة مثلا عشان تمشي يعني تبرد في العراء حول الميناء الجاف أو الميناء البري، ويجي تاهر عليها للمحل كانوا ساكنين. فكان بس بالفرشات، يعني انت فرشتك فيها حاجاتك وبعض الاحتياجات وشنطك او الحاجات اللي وزعوا لهم المنظمات اللي وصلتهم بعد ما وصلوا المين البر والمين الجاف، فكان بتعرف انت بس الفرشة بتاعتك بالحاجة الموجودة فيها. أستاذة آمنة، أنتوا الآن يعني كواجهات نسوية قدمت الكثير للنساء النازحات في مراكز الإيواء المختلفة، شنو أبرز الاحتياجات العاجلة اللي بيحتاجوها النساء الآن في هذه المرحلة؟ أبرز احتياجات النساء الموجودين الآن في المخيمات أو في مركز الاستقبال، احتياجات الصحية، أدوية للأمراض المزمنة، لأنهم فيهم كثير بيعانوا من مرضى السكري والضغط، فواحد بيقول لك والله فضلت لي حبة واحدة، أو كان حتى علاجي في الشنطة فتم إنه يعني سرقت بيها عربيتها وكذا. الحاجة الثانية الحوجة للملابس، محتاجين لها جدا، لان زي ما ذكرت لك يمكن يعني ما وصلوا الناس بالشنط ولا وصلوا بالملابس بالحياة اللي لابسينها، وصحيا كده ممكن يكون خطر يعني على النساء. الحاجة الثانية يعني في بعض النساء، يعني زي ما قلت لك يمكن كان في واحدة أو كم واحدة وضعت، فبرضه محتاجين للبن، نازل محتاجين لرعاية نفسية قبل ما تكون صحية عشان تقدر ترعى الجنين الجاذبية ده. برضو مرضى زي ما تقول مرضى الأمراض المزمنة الضغط والسكري وغيره، برضو محتاجين مثلا لرعاية. الحاجة الثانية في يعني بعض النساء مثلا ذات الإعاقة برضو محتاجين لدعم، فيا ريت لو قدمت لهم الحاجات دي، ويعني يمكن زي ما قلت لك الشبكة عملت ما تستطيع يعني ببعض المنظمات اللي عملت معها شراكات، الدعم اللي جانا للشبكة الشبكات النسائية والشراكات النسائية قدرت نقدم منه يعني الحاجة اللي بنقدر عليها، لكن يعني الحاجات في يوميا متزايدة والنزوح متزايد. في حاجة تانية عايزة أضيفها، الاحتياجات يعني فصل الخريف والبرد والمطرة، فمحتاجين لسيوترات، لدفايات، لأغطية وملايات، لأنه هو طبعا الخيمة بتقدر تفرشيها في الواطة، وهنا يعني ما بتقدر يعني تكون قاعدة فيها اللي توفر لهم الحياة دي بالذات يعني في المطر. محتاجين برضو ل يعني أحذية، سواء كان الأحذية المكفولة دي أو الشباشب بتاعت الحمامة العادية، لأنه المنطقة بتكون منطقة هي طينية، وبالذات إحنا في فترة فصل الخريف، فممكن يتعرضوا للإضغاط سواء كان من عقارب أو ثعابين. فزي ما قلت يمكن كل مرة بنكتشف انه يعني الحوجة ما يتغطت، ونكتشف انه النساء يعني محتاجين اكتر واكتر. استاذة آمنة، نحن وصلنا معاك لختام هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم، والخصصناها لمعاناة النساء في ولاية القضارف وجهود نساء القضارف تجاه النازحات. شنو المناشدة الأخيرة الممكن توجهيها للمنظمات الدولية او المنظمات الوطنية الاخرى؟ مناشدة لكل المنظمات اللي بتعمل في أمر النازحين، إنها تنظر للنازحين في ولاية القضارف، تنظر للنازحين الهاربين من ولايات الحرب، وتقديم المساعدات، سواء كان مساعدات يعني كل المساعدات الإنسانية إحنا محتاجين لها. مناشدة للمجتمع الدولي، يعني السودان يعني أنا بقدر أقول إنه خيره على كل بلدان العالم، السودان سلة غذاء العالم، يعني الحرب ما في زول يمكن يعني مد نظر السودان، ما في اهتمام حتى بالحاجة الحاصلة، يعني المعاناة الحاصلة يعني إذا تكلمنا عنها يعني سنين،
ما حنقدر نوصفه ولا حنقدر نوصفه. احنا في بعض الاحتياجات وفي بعض المعاناة وفي بعض الأحداث اللي حصلت، يعني الواحد ما بيسمعه وما بيقدر يكملها، يعني حاجة تفوق الخيال، ما قادر نستوعب الحاجة دي. يعني يعني في انتهاكات يعني جريئة وانتهاكات يعني ما مقبولة نهائي، بالذات على النساء. ودائما بنقول انه لا تقام الحروب على أجساد النساء، النساء دائما في الحروب هم أكثر فئة متضررة، النساء والأطفال. فيا ريت يعني كل المنظمات تنظر نظرة بتاعت يعني عطف للحاجة اللي بتحصل. يا ريت إنه يكون في يعني يعني يكون في إحصائيات فعلا للحاجة اللي بتحصل، ويكون في يعني إحصائيات للحوادث اللي بتحصل، للانتهاكات، للاغتصابات ولغيره. يعني الناس ما عارفة تمشي وين. هسه حاليا في بعض المنظمات، يعني في بعض الأسر قاعدين في الشارع، الواحد موقف عربيته وخدت له فيها مشمع وقاعد هو أسرته في الشارع، العصر بيكون قاعد في ظل العربية، جات مطر ولا كده بيدخلوا تحت المشمع ده، بتلقاهم الصباح بيطلعوا في الموية من العربات بتاعتهم ومعاهم أطفال. يعني بتلقى إنه الأطفال بيلعبوا الصباح في الطين وغيره كده، يعني فرحانين. يعني حاجة مؤسفة بصورة ما عاد، يعني معاناة كل يوم بتزيد، الناس بتتفقد، يعني الحوامل بيجهضوا، يعني حتى النساء اللي بيضعوا مشكلة يعني كبيرة. شكرا جزيلا الأستاذة آمنة الفاتح القيادية النسوية بمدينة القضارف، والتحية عبرك لكل الأخوات النازحات اللي شاركنا معنا معاناتهن من خلال هذه الحلقة، والتحية عبرك لكل نساء القضارف اللائي تدافعنا في إكرام النازحات وتقديم الخدمات لهن. شكرا أستاذة فاطمة على برامج كنداكات وميارم، شكرا للاستضافة، ونلتقي إن شاء الله في مساحات آمنة. تحية لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، لكم مني عاطف التحايا.